مشاهدينا الأكارم نشاهد وإياكم هذا التقرير ولنا عودة. ضمن واقع صحي بائس في الأصل، يطل فيروس كورونا ليضاعف من مخاوف الجزائريين. هل تملك وزارة الصحة خطة دقيقة لمحاصرة الوباء؟ سيما سابقة مكنت الرعية الإيطالي من عبور المطار دون أدنى انتباه. ولازم التعاطى مع الوضع وكأننا معنيين مباشرة حتى إذا ما كانش في حالات مسجلة على مستوانا. من اليوم ما رناش وضعية يعني تاع هلع ونتاع نتاع يعني استعجال، يعني حالة قصوى تاع الاستعجال، ولكن يجب أن نرفع من مستوى التأهب نتاعنا والاستعداد. فيروس كورونا الشبح يصل إلى الجزائر، وحالة ذعر وخوف شديدين يعيشها الجزائريون. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي أعراض هذا الفيروس؟ وما كيفية الوقاية منه؟ وما مدى جهوزية قطاع الصحة لمكافحته؟ صراحة يعني هذا الشيء اللي مستعمل يعني في بلادنا ولا خارج بلادنا بصفة عامة، فيه نوع آخر من الكمامات هذه ولا الواقي تاع الفم والأنف اللي يستعملوها يعني المهنيين اللي يعملوا مباشرة مع المرضى. دونك كاين دي ماسك واحد اخرين يتبدلوا شاك 3 فيهم، يعني اكثر تقنية، وهما يعني ما حتى يعني السعر تاعهم اغلى بكثير من هذا الواقي العادي هذا. هذا لكل مواطنين. في انتظار برامج وقائية من طرف أخصائيين وأطباء تعرف بالفيروس وكيفية التعامل معه، يبقى للمواطن دوره في حماية جسده ونفسه من تسلم الوباء. إذن تقرير كان لزميل عبير بن عسل. دكتور مسعود، توافق؟ لربما الزميلة تطرقت إلى مرض الكورونا، أنت مختص في طب الأوبئة، حدثنا أكثر عن هذا المرض. فيما يخص الكورونا، الكورونا فيروس ستون فامي تاع الفيروسات مختلفة عن لا غريب سيزونيال. نعم. دونك يفو فير لا بار دي شوز، لا غريب سيزونيال ماشي كورونا. داكو. والفاكسين تاع لا غريب سيزونيال ما يخدمش على الكورونا، هذا هو. يعني في فرق. فيه فرق، نعم. هذه الحاجة الأولى. لي كورونا فيروس سي اون مالادي زونوز. كاين اون بارتي تاع لي سو تيب تاع لي فيروس يتنقلوا بين الحيوان والانسان. كما شفنا في لو سراس سيتي كيما نقولوا الطيور، في المارس سيتي الجمل. الان هذا كورونا فيروس الجديد هذا ما داروش لو ليان في على الحيوان اللي يقدر يترونسميتيه. دونك كاين واحد الاشاعات قال لك انه في الخفافيش وفي الافاعي يقدر. دونك هادو سي دي زيبوتيز. دونك كي يكون مرض جديد هكذايا ايمرجون، سي دي زيبوتيز ا ايميز، وهاد لي زيبوتيز يتفيريفياو كيما نقولوا افيك دوليا فوالا. فهذه الاولى. الثانيه انه في لا ترانسميسيون تاع المرض كيفاش يتنقل، يتنقل عن طريق الهواء ويتنقل عن طريق الايدي. دونك مادام عرفنا عن طريق اللمس عن طريق اللمس، نعم الايدي. دونك على جال هذيك ينصح بغسل الايدي فريكامون بار لا سويت. دونك كي نعرفوا باللي هذا الفيروس هذا ما يقعدش في المحيط ولا سور لي سيرفاس اكثر من 3 سوايع، ولا الماكسيموم تاعو كي تكون حاجه ليميديتي اكسيتيرا سي ابوبري 6 سوايع. دونك لهنايا واش الانسان كي على بها كي يعطس، ما نقولوا له ما يعطش في 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 يديه، يعطس سور لو كود. الا عطس لازم يستعمل لي بابي مشوار، لي بابي مشوار ما ترميش وبرك. وغسل الايدي فريكامون بالصابون، ومن بعد لي سوليسيون هيدروالكوليك بور ديزانفيكتي. جميل. البعض يقول أنه بالإمكان تجنب المرض عن طريق الوقاية، في حين راح البعض الآخر وقال أنه لربما دق ناقوس الخطر وقال أنه المرض جد خطير. إيه نعم، دوكا ليفوليسيون تاع لا شوز ما راهيش معروفة، لأنه تقدر تبدا كيما نقولوا حنايا هكذا، ومن بعد تيك ليفوليسيون تكون اون اكسبونونسيال. دونك باش تكون اون اكسبونونسيال حبي يقول واحد يولي يعطي الاف المرضى واحد اخرين، لانه لا ترانسميسيون هاي لي ايريان سهله. دونك لهنا ما تقدرش تتنبا به، وانما دوكا في حدود المعلومات اللي كاين انه مرض ماهوش يقدر انسان يقدر يعدي اون ا دو بيرسون. جميل، هذا هو. معليش، الكورونا البعض يقول لك مرض
البعض يقول لك وباء، البعض يقول لك فيروس، البعض يقول لك داء. ما هو المصطلح الأنسب اللي لربما يترابط مع نعم هو فيروس كورونا. بكل تأكيد، وإنما الآن يقولوا وباء، الاختلاف تعوره هو وباء عالمي لأنه انتشر في خلال شهر ولا شهرين من قارة آسيا، أوروبا، أمريكا، وفي إفريقيا حتى في أستراليا. دونك جميع القارات تشاو بار لو كورونا فيروس. دونك انتشار سريع الانتشار. سريع الانتشار. عندي سؤال لربما يحير البعض، ألا وهو كيف نفرق بين الحالات المشتبه فيها والحالات المؤكدة بإصابتها بهذا المرض؟ الحالات المشتبه فيها التعريف تاعها انه احنا كي نعرفوا المرض هو الانسان كي يكون عنده ليسين كلينيك تاع لا غريب، اللي هما يعطس، نيفويسيل، عنده حمى. هاد النوع من ليسين كلينيك يلفون ابل على غريب. جميل، صح، هذا كتعريف اولي كوم غريب. دوكا كيفاش نرطاشيوه الى كورونا؟ نرطاشيوه نرجعوه سوسبي الكورونا اذا كان عنده ان كونتاكت مع انسان جاء من منطقه مبوءه، كما دوك المناطق المبوءه في العالم كاين حوالي ثلاثه، وين كاين بزاف لا ترانسميسيون كبيره، كاين لاشين، كاين طليان، وكاين لا كوري دي سود. هذو هما. دونك كي تكون انت جاي من منطقه فيها انتشار، لهنا الانسان لازم يرد باله لهذا النوع من الفيروسات. نعم، جميل. حوالي 30، انت قلت لي انه 3 دول مسجله فيها داء الكورونا بكثره هي الصين، لكن حوالي 30 دوله انتشر بها هذا المرض. الجزائر سجلت او سجلت اول حاله بسبب الرعية الإيطالية الذي قدم مثل ما قلت في تاريخ 17 من فبراير لتستنفر الجهات المعنية كل او يعني تشتعل اللمبة الحمراء ان صح التعبير. الرعية الإيطالية قدم عبر الطائرة، اكيد انه لم يسافر وحده، اكيد انه كان فيه ركاب، ومدة 7 أيام اللي قضاها في الجزائر يعني قبل ان يكتشف امره، اكيد انه كان عايش في محيط مع ناس مع لربما مع عمال. هل نتخوف الان من انتشار هذا الداء ام انه لربما الامر عادي لا يثير القلق؟ هو جميع حاله اللي راهي كيما نقولوا حنايا اونيزولمون كيك سوا لو كا كونفيرمي او نون كونفيرمي، كما هذه الحاله هذه بالذات راهي كونفيرمي، يكون فيه تحقيق وبائي اوتور دو كا. دونك هو كان حامل للفيروس، كان كيما نقولوا في طور انه يقدر يعدي ولا لا، هذه كيما نقولوا صفه من الحالات هذه. دونك لهنايا جميع راكب كان معاه في الطائره، احنا قلنا يقدر يعدي واحد ولا اثنين. في بعض الركاب توجهوا الى المستشفيات لانهم لكي يقروا بسفرهم مع الايطالي. نعم، هذا هو المطلوب منهم، لانه كل واحد ما راهو الابري. نعم، دونك كل واحد يقدر يتعرض لهذا الشيء هذايا، دونك باش ما يعرضوش الاهل تاعهم، الاقرباء تاعهم، احبابهم، اكسيتيرا. هذا نورمالمون هما دو لور بروبر شاف سو بريزونت لي زوتوريتي سانيتير، قال انا كنت في الطائره ولازم بور فار لي ديمارش نيسيسير، من بينها انه هو يكون الى ظهر عليه علامات المرض انه يدير لو بور تاع لو ماسك باش ما يعديش الاخرين، انه كيما نقول لو لو سويفي تاع لا شوز باش اسكو الى ايتي كونتاميني بار لو كا. هذا اندكس نسمو حنا لو كا ابلي زيرو بور فوار لا ترانسميسيون اي بار لا سويت بور فوار لا دوري دانكيباسيون تاع لو فيروس اكزاكتومون، لانه انت هذه شغل مزيه انها كاين ان كا في افيك ان اسباس كلو اللي هو الاسباس تاع الطياره والاسباس تاع الاخر، نقدروا به نعرفوا افيك اكزاكتيتود لي زوتر ميزور
ميجور افير. داكور. بعض يقول لك انه العدوى لربما تنتقل بعد 6 أيام من اكتساب الشخص للفيروس، يعني مش من اليوم الاول. مش نعم. من اليوم الاول. نعم. اللي لربما يبدا بالحمى. نعم. ويبدا بالزكام. نعم. باعراض جانبيه، هل تؤكد هذا الشيء؟ نعم بكل تاكيد، لانه ماشي غير يدخل في الكور تاعو يولي ترانسميتيه كما نقولوا تمتم. نو لازم له انديري بور لو ديفلوبمون تاعو لا ملتيبليكاسيون اكسيتيرا، ولكن لازم يعرفوا باللي قبل ما يبداو لي سين كلينيك. حب يقول لي سين كلينيك من بينها انه يكون عنده الحمى، لانه هذا هو ان سين دابل، قبلها بيوم ولا يومين يقدر يعدي. دونك هذه هي لا غرافيتي، يقدر ما يديفلوبيش ميم با الحمى ويقدر يكون يعدي. دونك لهنا هذا هو الاشكال. جميل. يحضر معي ويشار لانه الدكتور فتحي بن اشن المختص في الصحه العموميه حاضر معنا، نطلب منه التفضل. دكتور تفضل. دكتور فتحي السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. لاباس بخير الحمد لله. تفضل منا دكتور. استنى نحييك. اشراكم. اهلا دكتور. لاباس انت؟ يا صحه بخير. لاباس الحمد لله. اتفضل دكتور. معلش. جميل. دكتور فتحي بن اشن، هو لربما موضوعنا لنهار اليوم خاص بالكورونا. انت تعلم هذا الداء اللي حل بالجزائر بكل بساطه، واش تقدر تقول لنا على هذا الداء؟ نعطيك احصائيات. جميل. في الجزائر مباشره. في الجزائر لليومنا هذا على حسب ما قالوا لي، ما عندي، كاين 22 وفاه الزكام الموسمي. خاطي كورونا الدكتور؟ لا يعني جايك. جميل. لا 22 وفيات بلا غريب سيزونيير، ورانا دايرين قلال على الكورونا فيروس. لازمنا نفهموا قبل واش هو فيروس. هذه كورونا فيروس، الشعب ماهوش عارف كورونا فيروس. لازم نفهموا واش هما الفيروسات. الفيروسات ما جاوش من المريخ ولا جات من الصين ولدتهم. الفيروسات مخلوقات موجودين طول العام وبصفة دائمة. وعندك حاجة هنا راهم موجودين، ولكن الفيروسات ما يسمى بالمفهوم الشعبي الميكروبات. الميكروبات نعموا الأمور. الميكروبات، ولكن الخصوصية تاع هذه الفيروسات احنا في الطب كيف نفهموهم في البحث العلمي، وكانت الكلية الطب في الجزائر مختصة في علم هذه الفيروسات لا فيرولوجي، يعني للأسف سمحنا فيها. هذا الفيروس لازم نفهموا المواطنين بأن ما جا، نعاود نأكدها، ما جاش من المريخ ولا الصين جابه لنا ولا عندك حاجة. علاه نسميوه كورونا فيروس؟ في العلم يسميو الفيروس على حسب الشكل تاعو. كورونا جاي من الكورون، يحب يقول تاج. كاين فيروسات يعني كلمة نساسك رباط. فيروس إبسنبار يعني على حسب الشكل تاعهم. المهم مش هذا معرفين، هذا كورونا فيروس مش جديد. كل مواسم الحج وقيلة ثلاث خطرات ولا أربع خطرات في أوساط الحجاج تنوض. لكن الفيروس كي تسجل هنا في الجزائر، الجزائريين متخوفين أكيد أنه فيه كما قلت زكام موسمي. فيه 22 وفيات ما خافوش منهم، هذه ما تقلقناش. ربما بسبب الحالات، حالات الوفيات العديدة اللي كانت في الصين وفي إيطاليا في البحرين في الكويت. نهضر لك على حاجات واقعية ملموسة يا جماعة أسفنا. 22 وفيات بسبب الزكام الموسمي لا غريب سيزونيا. أنا نهضر ورانا دايرين قلال على كورونا فيروس اللي في الصين وبدا يمشي هذاك، وحنا في الجزائر لليومنا هذا ما كان حتى. يعني راك تشوف انه لا داعي للقلق. يعطيك الصحه، لا داعي للقلق. وكيفاه للقلق؟ لازم تدير تربيه صحيه للمواطنين، ماشي تقدم هذا الكورونا فيروس كلي غودزيلا وحش كلي افلام الرهب هذوك. خرج صرات لي في الكوليرا عندها عامين
الجماعة والله العظيم الشعب هذا الكوليرا ماشي المرضى هذا الكوليرا كيف جاء استمونستر وحش والكوليرا احنا عندنا تجربة في الجزائر ونعرف نواجهه عندنا في الأوبئة عندنا تجربة ما ننساو السنوات راك صغير والزميلة وصغير السنوات الأولى تاع الاستقلال كانوا الناس يموتوا بالبالات بسبب مرض السل لا توبركيلوز ما في حتى مشكل ما كان له هذا الخوف وهذا نعطيك معلومه اللي ما حب مانيش فاهم على ما يوزعوهاش اللي يدير الفيروسات ما كانش الدواء في العالم كله ما تجي تقول كان انتيبيوتيك ولا روحك لا احنا خاطش دخلت لنا هذه الدواء الصيدلي والفاتوره تاع الادويه هذه هي ما جات بقلب العقليه الجسديه يعطيك صحه الفيروسات ما كانش الدواء في العالم الان اللي حطمهم نعطيك مثال الفياش السيدا لليوم ما كانش الدواء كان عادات يقلصوا ولكن ما كانش الدواء هذا الفيروس ما كانش الدواء واحده ثانيا الوسيله الوحيده في العالم كله مش في الجزائر هذه التوصيات دوليه من طرف المنظمه الدوليه الصحه هي الوقايه الوقايه ضد الفيروس وهو دورنا اليوم لكي نحسس هو التلقيح التلقيح الفاكسة ما كانش التلقيح رامي كاين بحوثات البحوث ضد الكورونا فيروس ولكن الفيروس عائلة عندهم علاقات ما بينهم بنبسط يتزوجوا ما بينهم عندهم الفاكسة التلقيح ضد لاغريب اللي احنا موجود في الجزائر والحمد لله نعرفه هذه مدة عشرات وعشر سنين الفاكسين ضد لاغريب يحمي نوعا ما من الكورونا فيروس لماذا ما نهضروش هذا الشيء لماذا ما نعطيوش هذه المعلومات للمواطنين رانا ندخموا الأمور أنا وليت نشك ندخموا الأمور حبوا الشعب الأمة تشوف هذا الكورونا فيروس كلي مونس ردوا بالكم وينجبوا لكن التفخيم خاصة ربما الدكتور مسعود التفخيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي لربما يقول لك نهضروا حاجة فهم المواطنين فهم قاعدة كاين قاعدة ظروف المكان والزمن هذه القاعدة الصين ظروفهم ومكانهم مش تعنا هما صح البيئة اللي عايشين فيها الصين ليست نفس البيئة احنا بالنظرة تاعنا سيئة انت تاكل الجراد تاكل الجريلو تاكل الفع تاكل الاخر لا حتى في النظافة لربما احنا نتوضاو 5 أيام في النهار عندنا ندوشوا عندنا الوضوء الاكبر وين انطلقت بعد المعلومات اللي عندنا وين انطلق هذا الفيروس خاصة في الصين والصراف الصراص صارت وضعية نفس الشيء دائما نفس المال لماذا؟ لأن على ما نقدموش الشريطة كيف عايشين الصينيين عايشين مثلا مع الخنزير والعلماء الآن هاني نزيد نقول حاجة أخرى كاين الفيروسات تاع البشر وكاين الفيروسات تاع الحيوان كل واحد قابض من ضربه ولكن بعض المعلومات بعض البحوث يقولوا بأن الخنزير هو المكان الاصل ديفات ما كاين يتزوجوا ويوليو نهار لي دو فيروس يتلاقاو يوليو خطوره اكبر خطوره هما في الصين عايشين في وسط الحيوان عايشين ياكلوا الحيوان ماشي عايش هو يرقد مع الخنزير الفكره وصلت فكره وصلت بيئه الصين ليست نفس بيئه الجزائر يعطيك صحه راك تلميذ مجتهد دكتور مسعود توافق لربما منظمه الصحه العالمية منذ عامين أقرت بأن الجزائر من بين الدول التي تملك الإمكانيات في مواجهة الأوبئة الحقيقة سيطرنا على عديد الأوبئة الملاريا الكوليرا ثم الدنك تشيكونغونيا اليوم هل تعتقدون أن الجزائر ستثبت مرة أخرى لربما دورها في القضاء على مثل هذه الأوبئة كورونا رو في الجزائر استسجل حالة واحدة فقط حالة واحدة ما تخلص راه في الجزائر حالة واحدة الكورونا موجودة علم الوباء دقيق جميل الإبيديميولوجي دقيقة لكن هل الجزائر ستثبت مرة أخرى جدارتها في القضاء على مثل هذه الأوبئة هي واش نقول لك أنا لو سيستيم دو سونتي عنده فيه دي زانديكاتور باش دير ليفالياسيون تاع لو سيستيم تقييم تاع السيستيم
السيستم يتقيم على حسب لو برومي انديكاتور تاع لو سيستم سي لو طو دو مورتاليتي. طو دو مورتاليتي حنا عندنا في الجزائر لو طو دو مورتاليتي انفونتيل سي ان بون انديكاتور كي في كو فريمون لو طو دو مورتاليتي انفونتيل في الجزائر راهو نقص بارابور لو طو دو مورتاليتي اللي كان في قبيل الاستغلاق كما قال الدكتور. دونك هذا سي ان انديكاتور، مي الريست افير مش تحبس لهنا قال عندك ان انديكاتور ولا عندك ان انصوم دانديكاتور وراك تحبس، لانه هاد الامراض هادو اللي رانا نشوفوهم هادو سي دي مالادي نوفال يسموهم دي مالادي ايمرجونت، وكاين لي زوتر مالادي ري ايمرجونت. شفنا لا بيست في 2003، شفنا الكوليرا في 2018، شفنا في دونك لو ريسك دو ري انتروديكسيون، حب يقول عوده امراض اللي شفناها راحت وشفناها باللي راهي تقدر تعاود تولي. دونك لو ريسك يلفو ليفالوي كيف ذلك. لو ريسك كاين دي زانديكاتور بور ايفالوي لا شوز، كاين دي زانديكاتور ديريكت pour évaluer, qu'il y a des indicateurs indirects pour l'évaluation de la chose. Donc, on a par exemple, qui m'a fait le cas le wabaïa hadi ta corona, on a pour surveiller le corona, l'avant-garde de surveillance de la corona, c'est de surveiller la grippe saisonnière. Donc, il y a le réseau sentinelle pour surveiller la grippe saisonnière. La grippe saisonnière, on surveille les cas compliqués de la grippe saisonnière. من بينها انه الانسان كي يمرض بصدره، دونك لا غريب سيزونيا تبدا في الفلاسفير وارال وتهبط لصدره دير له ديبنوموني. لا بنوموني تقدر توصل له الى حد انه دير له انسيفيسونس ريسبيراتوار دخلوا حتى الكوما. في هذه الحاله هذه دونك لا سيرفيونس تاع هاد لي كا هذو وكيما نقولوا نديروا البحوثات على الفيروسات، نديروا لي بريليفمون نيسيسار بور بريفي هاد لي مرض هادو، من بينها نحوسوا على الفيروس تاع لا غريب سيزونيير، او ميم طون نديروا البحث عن الكورونا ونشوفوا اسكو الكورونا مشى في هاد لي كا ولا لا، ويعطونا دي زانديكاتور منهم نعرفوا البوان دو سيتياسيون تاعنا. جميل. لو سمحت تفضل سي بنش. في علم الوباء وحنايا الجزائر نظرا للتنظيم اللي عنده قريب 50 سنه النظام الصحي الجزائري في الشطب تاعو تاع الوحدات القاعديه، ماشي واش يصرى في مصطفى باشا هو اللي يقول لك النظام الصحي ماهوش مليح. نعم نحكي على لي باز على النظام ككل ككل هرم الوحدات القاعديه. ونفس الشيء عندنا 50 سنه الجزائر خمت لها، عندها 50 سنه خمت لهذا الوقايه. نعم دارت مؤسسات كما المعهد الوطني للصحه العموميه، الدور تاعو هو مراقبة القاعدية، الوقاية القاعدية، لا بريفونسيون بريمير. وهي الأساس. هي الأساس، وحنا ناقصين فيها، حنا نهضروا على المرض. كي يجي المرض نبداو نجريو. الآن العلم دار أشواط كبيرة، عندنا معلومات لازم نركزوا على. مثلا، لا فاكسيناسيون ضد الزكام الموسمي. رقدنا عليه. وانا انا نداش كيف ما تتفاجروش 22 وفاة، هذه الله يرحمهم تابتة ملموسة يعني. كاش حملة تحسيسية سي بنا شنو يعطيك صحة؟ لانه كيف تدير حملة تحسيسية ضد كورونا فيروس وهمية، استادير لاشينا تسعل روبري تسعل ولا اي مريضة انا ثانيك لازمني نمرض. لا انا نتكفل بالاخر. حاجة واحدة اخرى، عندنا معلومات الفيروسات وين يتاكيو، علاه يتاكيو؟ يتاكيو الاشخاص اللي عندهم ضعف. اولا بلغ، هو الشيء اللي اشار ليه الدكتور، اي هذا اساسي. نعم. بلغ بان عندنا احنا جيش في ذاتنا، الله سبحانه عطينا جيش يقولوا جهاز المناعه. نعم. نال يكون فابل ضعيف بمرض مزمن والا بنمط الحياه اللي راهو موجود وبالاخص الشباب، هذا الجهاز المناعه لازمك ترقد مليح، لازمك تعرف واش تاكل، لازم التهوئه، لازم تحارب ضد التلوث. ها هي والراهي. وحاجه اللي عندها اهميه
ناخذوا الدرس من لاشين وين في وسط النظافة منعدمة منعدمة. احنا يا أخي نعطيك حاجة، البارح نمشي وهذه كل ختاني نقولها، جس قدام واحد العيادة، عيادة يسبيطاليزيو فيها يعني الناس، شفت واحد المرأة الطبع كاين عادة في ملزومة في المستشفيات اللي درا كل صباح يتنحاو تاع المرضى ودير لي درا جدد وتدي الاخرين تغسلهم. صدقني اون بلان كورونا فيروس هذا اللي راهو لقى الله عليه الطبع في الصندوق نادر تاع لي درا فيهم امراض ما دايره لا لي غون لا لاخر لا والو. ها هو اللي انا يخوفني اكثر من الكورونا فيروس، ماشي الكورونا فيروس اللي خطير. انت فيه تساهل، انت يا نهار اللي تهيأ له هذاك الوقت يطيح عليك، وذلك ما نتمناه. أود أن أشير فقط، لا لا بعيد شر لا 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 وذلك ما لا نتمناه. أود أن أشير إلى 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 نقطة. أفهم كلامي، كلياني قاعد معك في السيارة راك تمشي 180 في الساعة، ندور لي نقول لك يا واسمك يوسف، يوسف يا يوسف نقص السرعة كذا، أنت تدور لي على تفول لي التصرف تاعك 180 في الساعه. نقول لك نقص الاحتمالات تاع حوادث المرور يمكن في تزايد. انت الدولية انا اللي نبهتك، انا اللي راني ننهيك تقول لي بركة ما تفول لي. فاهم لازم اللوجيسيال تاع دماغنا في ميدان الصحه، وماشي نخلقوا اجهزه جدد نعاودوا نوليو للصحه وقائيه. الصحه القاعديه، القاعديه احنا رانا غرقنا في الصحة العلاجية، لا ميدسين كيراتيف، كيراتيف خاطش فيها دراهم. وتنسينا الصحة الوقائية. احنا احنا الجزائر، أنا نعطيك حاجة، كاين كاين مصلحة في النظام الصحي الجزائري وماشي خلقناه على خطر، موجودة الحمد لله يا ربي نبهنا الله. كاين السمات المصلحة تاع الوباء وتاع الطب الوقائي في الجزائر في النظام الصحي، يقولوا سيرفيس ديبيديمولوجي اي دو ميديسين بريفونتيف، ولات إدارة ما ولاتش قوة اللي كما كانت. وحنا كان يهضر قبيلات على الوفيات، انتصرنا السنوات الأولى تاع الاستقلال لا مورتاليتي ماترنو انفونتيل، الأمهات كانوا بالحمل تموت كي تروح تولد والأطفال يموتوا الثلاث أيام الأولين الأسبوع الأول وكلش. قضينا عليه. نعطيك حاجة، أنت مازالك صغير الله يبارك، كان عندنا الشلل لابوليو في القرى في المدن، فرنسا كانت إبادة تاع الشعب الجزائري، كانوا يمشيوا بلي بيكي راك تشوفهم. قضينا عليه بالاخر ما وش كاين. جميل، تبعدنا بعدنا من الثمانينات تقريبا، من شعب الزميل واش يخمم، من الثمانينات بعدنا ولينا نهضروا على فاتورة الأدوية والتي كانت في فاتورة وما كاش فعاليه، ما كاش فعاليه. نعاود نولي لك دكتور مسعود توافق، لربما منذ سنوات عديده نادى بعض المختصين في الطب الوبائي الى ضروره استحداث مركز او معهد لليقظه الصحيه لمواجهه الاوبئه. اظن عنده 15 سنه ولا 18 سنه هما يناديوا على لاستحداث هذا المركز، الى يومنا هذا لم يستحدث هذا المركز. بداية لماذا لم يستحدث هذا المركز، وهل لهذا المركز دور كبير من أجل القضاء على بعض الأوبئة مثل ما قال بعض المختصين في طب الأوبئة؟ هو شوف باش نفهموا السيستم دو سونتي اللي راهو قائم في الجزائر. جميل صح، السيستم دو سونتي في الجزائر قائم على دو برانش بيان سور ديبارتمون دو لا بريفونسيون فيه ستون بيراميد، سي لا بيراميد دو سونتي، هرم الهرم تاع الصحه، لا باز الانترميديير اي لو سوبيريور. عندك في لا باز تسيب كاع لي زيليمون تاع لا سونتي اللي يقدر يمدهم الانسان، الطب الوقائي ولا الكيراتيف كيما الاخر. الوقائي في الجزائر ما راهوش حابس، بدليل انه سيستم دو سونتي بريفونتيف قدر في لا سيرفيونس في السيستم اللي حطوا في المراقبه الطبيه قدر يدونتيفي لو كورونا فيروس اللي عنده شهرين من اللي انطلق، دونك هذا يحسب له. الكوليرا، الكوليرا، مالاريا، ماشي برك مش برك الامراض المعديه،
حتى الامراض الغير معديه. نعم. كاين دي بروغرام دو سونتي دو لوت كونتر لو ديابيت باشتيا دي كارديوباتي لو كونسير فيهم وعليهم ما نقولوش باللي راهم 100% افيكاس لكن ناجحه الى حد ناجحه الى حد ما. الانسان ما لازمش يغطي الشمس بالغربال. نعم. هذه وحده. دونك في ان نيفو سوبيريور تصيب عندنا كما قال الزميل لي ان اس بي لانستيتيو ناسيونال دو سونتي بوبليك اللي عنده دور وان كان الفو لو فوار سي هذا مما لا شك فيه ولكن لازم اعطائه الامكانيات اللازمه باش يخدم. دوكا ان انستيتيو ماهوش كيما نقولوا حنايا ليكيفالون تاعو دو بار لو موند. لانستيتيو ناسيونال دو سونتي بوبليك كاين بارتو في لو موند عندهم دي انستيتيو باراي مي ليفيكاسيتي الفعاليه وليطا دو سيرفايونس ولي موايان ميز للخدمه تاعو سي با باراي. الامر يختلف. دونك هنا لو سمحت هنا واش راهو يقول عندها اهميه. الناس اللي هم يقولون خلقوا هيئه لي ان اس في مش عارف كيفاه هذا الانستيتيوت فاي كيما فرنسا حنا ليكيفالون تاعو سي لي ان اس بي في كندا كاين في امريكا سي دي سي في بارتو دو بارلمون كاين حتى الكوميتي اوروبيان دو بريفونسيون ليكيفالون تاع لو سي دي سي امريكان. حنا عندنا الانستيتيو سي فري الانستيتيو اللي هو اللي هيئه استشاريه لوزاره الصحه كيما الانستيتيو باستور. نعم. الانستيتيو باستور مكلف بالمراقبه البيولوجيه للامراض. الانستيتيو ناسيونال دو سونتي بوبليك سي دي زونكات بيريوديك يديرهم على ليطا دو سونتي دو لا بوبولاسيون. جميل. صحة. هذا هو هنا اليوم يقولوا ويا للاسف اساتذه يقول لك نعاودوا نخلقوا رانا في المفهوم في المفهوم وفي الفلسفه تاع البلديه اللي تجي تبدل الارصفه دير كوش وما نحوسوش فهم لازمنا ندعموا اعاده النظر. راني موافق يعني بدل الاستعداد تدعيم ما تقدرش تدعم حاجه وانما الحاجه اللي راك كاسبها زيد دعمها. هذا هو الاصل فيها. لانه لانستيتيو ناسيونال دو سونتي بوبليك خدم ماهوش عنده ماضي وعنده تاريخ في الميدان حتى كي نقولوا بار اكزومبل برك كون نحسبوا برك اون باثولوجي اللي هي البالو اللي ماشي ساهل باش تقضي عليه وناس قضات عليه وعاود دخل البلدان تاعها سي با فاسيل دو تو بار اكزومبل لا بوليو بار اكزومبل الكوليرا اكسيتيرا شهادة منظمة صحية يعني نعم هذه على شكل الجزائر ولكن ما يكفيش انك انت تكون عندك ليستوار هذا سي تان باسي قال سي تان باسي سوا ديزون غلوريو بصح ما تقدرش تكل عليه باش تواجه دوكا الكورونا اسمح لي باش الكونسير باش الديابيت اكسيتيرا اسمح لي لازم الناس باش دير وقايه باش دير وقايه لازم لك دي موايان وفي لازم لك استحداث دي ديبارتمون جدد لازم لك دي سو ديبارتمون سي لورغانيزاسيون هذا يدخل في الاورغانيغرام تاع الانستيتيو. جميل. هذا سؤال تفضل. كاين وقايه قالوا ام يقولوا كاين في حالتين نقعدوا في الموضوع تاعنا كورونا فيروس في النظام الصحي الجزائري رحنا حتى القاعده لتحت المكتب البلدي للنظافة غائب خادم مدة سنوات وسنوات لازم في المكتب المكاتب عفوا غير في الصيف نهار اللي يبدا الناموس و هذه وحدة إعادة النظر ماشي نمحيوه إعادة النظر بها نردوا فعالية أكثر السمات المصلحة الوبائية والطب الوقائي ما لازمش ننتكوهم في البيروات لازم يكونوا في الميدان. راهم في الميدان استاذ اسمح لي كي نهضروا باغ اكزومبل على لا بريفونسيون دو باز باغ اكزومبل دوكا هذا حاله تاع كورونا اكزومبل الكورونا هذا التحقيقات الوبائيه اللي راهي دوكا على قدم وساق حنا ما راناش نشوفوا فيها ولكن الناس راهي تخدم في الميدان راهي تخدم ماهيش قاعده والناس اللي كانوا مع السيد هذا اللي جا هادو فيهم تحقيقات قال اسكو عندك حمام اسكو كذا لي بريليفمون رامي تنداروا اكسيتيرا الاشاره اسمح لي اود ان اشير انه الطبيب الذي كان يشرف على الايطالي حاسي مسعود قبل حسي مسعود من الطاليان لحسي مسعود راك حذفت وراك محيت كل اسمح لي
في الكورونا ماشي اللي مريض بالكورونا اللي يهمني اللي موجود. لا 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 نشير فقط انه الذي كان يشرف على المريض في حاسي مسعود هو من القالمه اثناء توجهه الى مسكنه بقالمه وبالضبط لما كان في بستكرا كان يستمع الى جهاز الراديو في جهاز الراديو اعلنوا عن اصابه الايطالي. واش دار الطبيب هذا؟ عاود اتصل بال الإيطالي الذي كان يشرف عليه. واش دار الطبيب هذا؟ توجه إلى أقرب مصحة وقال لهم أنا هو الطبيب الذي كنت أعالج الإيطالي واتخذوا معي إجراءات عزلوه وأخذوا عينات منه ووجهوها طبيب واعي وعنده كفاءة يعني ردة فعل ربما هذا ماشي الطبيب هذا الناس اللي كانوا اون كونتاكت لازم ياخذوا نفس الشيء اي سو بريزونت دوكا بور فار ان بريلافمون لا سيرفيلونس كي سون سوي. هذا سي لو سيستيم دو سونتي كي فا انكرونشي تو سا مي هما لازم الناس تكون عنده هذا الشيء هذا لانه في بلدان معينه ما تجيش الى المركز الصحي ولا المستشفى لانك انت تقدر تكون ترفض المرض وماشي كما قلنا من قبل سلفا ماشي تم ترانسميتيه وانما لازم ندير عندك الميكرو عندك حتى عرض دونك لهنا تبريزونتي يديروا البريليفمون نيسيسار ولا سيرفيلونس قال بان عليك عرض تاع لا غريب ما بانش اكسيتيرا اكسيتيرا ونتاخذوا الوقايه ونديروا دي باريير بور ليميتي لا ترانسميسيون وتبقى الوقايه خير من العلاج. تفضل سي بنات قلت لك واحد دي مشكوك فيه ولا دي فوا ما يكونش مشكوك فيه العمليه هذه كنا نديروها في التوبركلوز ماشي اللي عنده التوبركلوز ماشي العائله وين عايش الحي وين عايش المحيط هذه عندها 50 سنه في الجزائر النظام الصحي هو كان قايم بها وقضينا على التوبركلوز بين قوسين اول ضحيه تاع الكورونا فيروس هو طبيب صيني اول ضحيه طبيب صيني اول لان كان يعني اللي اكتشف في الصين في الصين الصين هو اول اللي كان يعالج في الناس اللي عندهم كورونا فيروس اني ناكد في الصين هو هذاك الطبيب اول طبيب اللي تكفل بالكورونا في هذا الحمله هو توفى هذه نغلق القصيد رانا دائما في نفس لازم نفهمه في العلم الوباء في الابيديميولوجي هو علم قديم وعندنا تجربة كبيرة في الجزائر بفضل النظام الصحي لبعض الناس حبوا يمحيوه علاه يمحيوه خاطش يلخصوه في المستشفى مصطفى باشا ما يمشي مصطفى باشا يزم كاع النظام الصحي يروح لا في كفاءات وفيه فيه طبقات انه صحيح انه المنظومة الصحية ما نقولش راهي ولكن فيه بعض الكوارث لكن فيه بعض النقاط الايجابيه التي تحسب سواء على الاطباء الاكفاء او على بعض المصحات اللي كانت عند شوف كلي جنود عندهم سلاح ولكن ما عندهمش الكارطوش هذه الوحدات القاعديه لازم اعاده النظر نعطيهم القوه خاطشي نقولوها في واحده المرحله حبوا يغموهم حبوا يردوهم لي زابانديس بالفرنسيه يقول لك يعني وكاله تاع المستشفيات وشت هذاك الاخر لا الوحدات الصحيه القاعديه عندها المهمات تاعها لازم ترجع للمهمه تاعها وتنفصل ماشي المستشفى يحكم فيها كي كان المستشفى ولا مركزيه في التسيير يعطيك صحه كيما عاود ولي للاصل رجوع الى الاصول فضيله نعم. عاود ترجع لأسو النظام الصحي الجزائري كل تبقى اعطوها المهمه تاعها واحده اثنين انا نسال الوقايه رانا ضعاف فيها كاين وقايه أعطيني لماذا الأرقام تاع مرض السكري راهو في ارتفاع أعطيني علاه المرض ارتفاع الضغط الدموي راهو في ارتفاع خاطشي المفهوم تاع الوقاية بريمير
الوقاية مقنة علميا دوليا. عندك لا بريفونسيون بريمير سكوندير. لا بريفونسيون بريمير هي اللي يتهضر عليها المنظمة الدولية للصحة، تقول لك لازم أنا الأوان ما تسناش المرض وتجيب آخر أدواء وكلش. لازمك تشغل ماشي بالمرض، لازمك وشن التاريق اللي توصلك للمرض. هو نمط الحياة، نمط الحياة في الجزائر راهو خاطئ. لازم تربية صحية تاع أفراد إن شاء الله يشوفوا هذا. طالعت على الإحصائيات تاع الإنتاج تاع المشروبات السكرية، ولا قلت هذا ولا يتشرب في الجزائر. هنا لازم نأثروا باه كي تلحق لهيك تقلص العدد تاع مرض السكري. ومرض السكري على خاطر ينجم يقول لك ما فيه والو، عنده شويه سكر في الدم طالع وخلاص. لا، مرض السكري يجيب لك تلت امراض خطيره جدا، كارثه للشخص وكارثه للميزانيه تاع الدوله. واحد يفقد البصر اذا ما كاش متابعه ولا اخر، تفقد بصرك عاد واش تكلفك واش يعيش المعني بالامر. عندك انا نهضروا على لي زافيسي، انا نهضروا على السكتار القلبيه، كيف نقعدوا هكا نندبوا شغل العجايز لافيسي لافيسي ما عارف السبب وما ناش مهيئين بان نستقبلوا لي زافيسي. هذه هي الاخر. ثالثا، حتى جانا اندار من منظمه دوليه الصحه قطع الرجلين، وما نهضر لكش على عجز الكلى لي زانسوفيزونس رينا. راك تشوف كيف لازمنا نحبنا نعاود نولي الناس اللي داروا السنوات الأولى تاع الاستقلال كانت وضعية صحية كارثية من طرف عمدا من طرف الاستعمار. خموا كيف هنواسيو، لازم هذيك الشجاعة وهذاك القلب الحي نعاودوا نسترجعوه. وما كانش كاين الملايير تاع الدولارات اللي راهم الآن في النظام الصحي، ملايير تاع الدولارات كان والله العظيم فرق، ما كانش كاين. كاين دولار قوي هو تاع القلب. الشجاعة والقلب نبقاو دائما في الوقاية. دكتور مسعود توافق، نحن أمام وباء قلت لي منذ حين ما لازمناش نتقلقوا، لكن صحيح أنه دورنا احنا كإعلام، دوركم أنتم كأطباء، صحيح أنه لازم نكثوا من الجهود من أجل الوقاية، لكن حسب رأيي يجب أن الفرد بنفسه يقي نفسه بنفسه من خلال لربما النظافة، من خلال الكمامات. فقط الشيء لا يعطيه، فلازم المساجد، اسمح لي الله ينورك، لازم المساجد. احنا نقول النظافة من الله والوسخ من الشيطان، عندنا هذه في أصلنا، عندنا هذه. لازم التربية الصحية، لازم احنا راهو رانا عايشين في الوسخ. لكن 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 لكن, لكن لازم لربما دكتور مسعود لازم الانسان صحية على كل حال. الانسان هذه يتحلى بالثقافة، هي تتعلم الثقافة الصحية، وبصح لازم تعني تكون عنده معلومة صحية صحيحة. يعطيك صح، ما تكونش لا بروباغوند، ما تكونش لا لا ما تكونش تهويل، ما تكونش حاجة اللي تكون معلومة صحية وتكون معلومة صحية صحيحة. الناس اون كونسيكونس يتخذوا الإجراءات الصحيحة، ولا كانت عنده معلومة خاطئة بارفوا نورمال تكون عنده رياكسيون خطأ وريفلكس خطأ. دونك انت كي تعرف باللي لا ترانسميسيون تكون عن طريق الهواء، والإنسان اللي مريض هو اللي يقدر يعدي الاشخاص المحيطين به. دونك من طريق اولى انه هو الاولاني دو سون بروبر شاف اللي لازم يدير لو ماسك قبل ما يديروه الناس اللي رايحين يروسيفيو، لانه هو الاولاني كيحبس الناس من بعد هذيك ما تروسيفيش. حتى انه اسمح لي، الماسك فيه الكمامه فيها جهتين، الجهه بالنسبه لل تاع المعدي والجهه تاع نخضع الى معايير تاع الخدمه تاعو. وثاني كيف هذه بور لا ترانسميسيون ايريان، لا ترانسميسيون قلنا مانيبورتي الانسان الفيروس هذا يقدر يقعد في لي سيرفاس، يقدر يقعد في سيرباس سير اكسيتيرا. هنا لازم انت الانسان هذا كي يكون يعطس ولا يستعمل بابي مشوار، ما يعطش بار ريفلكس في يده ديريكتومون ولا عطس لازم يغسل فريكامون يديه، يعطس في سير لو كود باش كي يجي يتخامس نقصوا بالتخاميس هذا من السلام والبوس تاعنا. هذا هو لانه
بهذه الطريقه نقصوا، ماشي معناتها رايحين نحبسوا لا ترانسميسيون. لا ترانسميسيون ما تحبش، مستحيل مستحيل، ولكن انسان ينقص من ماكسيموم تاع لا ترانسميسيون، هذا هو. جميل. دكتور بناشن منذ حين دكتور مسعود قال انه فيه تهويل لربما وفيه بعض الاشاعات. الإشاعات هذه رانا نلقاها خاصة في هذه الأيام بعد تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في مواقع التواصل الاجتماعي، راهم شكوا ولقوا مرض في عنابة، في باتنا، في سيدي بالعباس. عقلية أو ذهنية الجزائري مشكل، بعض الجزائريين مشكل في حد ذاته اللي لربما تزيد من تفاقم الأمر، ألا توافقوني في الرأي؟ هذه موافقك. أولا لابانيك درسوها، داروا بحوث عليها مش خاصة بالجزائريين، في العالم كله الناس يبانيكيو. نعم. هذا وهذا البانيك والشك والآخر. احنا عنا علماء مخفيين بين قوسين، أنا شحال من خطرة ونجوز في البلاطوات نقول لهم يا اللي كاين عالم يجي يزودنا بمعلومات باك ما نعرفوش. ما تنساش بأن الفاكسان، الفكرة تاع الفاكسان في بلادنا في وسط الشعب. أو هذاك شيميك، أو هكذا، أو يجيب هذا المرض، أو يجيب هذا. أنت واش راك تدير في التر... وعلى أي أساس ولا منطلق راك تتحدث في زحف هذه المعلومة؟ وأنت كسلطة تاع وقاية وعندنا رانا نخسروا دراهم من النظام الصحي، واش راك تدير بها تحارب؟ هل الظن، هل الظن ليلة راح تنطلق حملة تاع الفاكسان؟ ونظرا وراك في عايز في الجزائر الناس متخوفين من الفاكسين، حسب كي تبان في التلفزه وتقول لهم غدوه راح نقلعوا كومبان دو فاكسيناسيون الناس راحين يتبعوك. دير حمله، انا قلتها في شهر. كيفاش نديروا الحمله في شهر جوان جويي؟ المساجد طيب، وسائل الاعلام كيفاش نزيدوا؟ كيفاش احنا من دورنا ان نزيدوا نديروا الحملات التحسيسيه؟ وسائل الاعلام نشهد لها الجزائريه في الجزائر يعطيكم صحه، والله العظيم لا صحفيين هذا واجبنا وقع... لا لا والله غير فعاليه مانيش تاع 1 2 3 يعني تاع حماس، لا مهنيا وحده. ثانيا لازمك المدرسه التربيه الصحيه، التربيه الصحيه هي تجيب لك ثقافه صحيه. نعم. واحد طفل صغير يدخل للمدرسه ما يعرف الرياضيات واحد زائد واحد، بيك انه تكونه حتى يولي منجم يولي فيزيسيان. التربيه الصحيه ماهيش يوم العلم، يوم السمش، يوم الماء، يوم الورد، دير يوم زعماء والتلفزيون وشي كيفاه وكاع، لازم تدمجها في المقررات الدراسيه، المقررات الدراسيه. نعم. البرامج. نعطيك حاجه من الموسى، انا نقول الحمد لله اللي جا الكورونا فيروس وجانا الكوليرا وجانا ابو حمرون، ان شاء الله ناخذوا كف نفطنوا الاخر. نعطيك حاجه، التدخين هذه الوقايه، التدخين ثابت بانه يجيب سرطان التنفس لا يحفظ كاع المؤمنين وسرطان المثانه. التدخين في بلادنا راه مرتفع لان العرض لوف دو التدخين، الناس جاي من خبر. هذه نخمم انا، واحد قال لي نربحوا ضرائب، الله يبارك، انا نطلب نديروا دراسه اقتصاديه صحيه في الجزائر، ليكونومي سانتي، شحال راك تربح في البيع تاع الدخان وشحال راك تخسر؟ تعرف واش حب يقول عمليه جراحيه تاع السرطان الاخر؟ تكلف الكثير ملايير، رغم لانها كارثه للمعني بالامر. واحد الدخان راه يسد لك الشرايين، بعيد الشر يسد الشرايين تاع الرجلين، يقطعوا الرجلين بسبب التدخين. شحال راهي تقوم لك؟ خاطر واحد كي تقطع له رجله، لا غالب نهضر كريمه، نحي له رجله، عمليه جراحيه سهله، ولكن من بعد لازم تجهزوا، لازم تجهزوا، ولازم تربيه صحيه، ولازم مرافقه طبيه. شوف هذه اللي حبيت نطلب نوصلوا ليها، والان راهم يربطوا الطب الصحه بالاقتصاد. كيف نداوي في احسن حاله وما تكلفنيش. وقالوا لما تدير، ونختم في هذه معلش، الدراسات يقولوا بان لما تدير دولار واحد في الوقايه راك تقتصد 15 دولار. والحديث قياس، والحديث قياس. دكتور مسعود، توافق بمستشفى العثمانيه بولايه ميلا امس بعض المواطنين رفضوا قرار المستشفى استقبال الشخصين، قال لك يعني مشتبه باصابتهما بفيروس الكورونا.
تصرف غير مقبول، في حين أنه مواطن الجزائري، كل مواطن جزائري عنده الحق في التداوي أو في بلاده. يقول لك داروا حالة حتى دخلت وحدات الأمن بمستشفى العثمانية، يعقل مثل هذا التصرف؟ شوف، قال لك ما تدخلهمش عندنا ما يداووش، هذو راهم بالكورونا، هما جاوا باش يشوفوا اسكو راهم مرض. هذه في الكورونا الوسطى كانوا هذو التصرفات، تصرف غير مقبول. شوف احنا دوكا ما نبناش اكزاكتومون واش صرا في العثمانية، على حسب شنو يقول دوكا باش نفهم. لا يعني هذه معلومه وقعت امس. احنا دوكا باش المواطن يفهم باللي في الجزائر كاين لو سول لابوراتوار كي في ليدونتيفيكاسيون والتشخيص تاع كورونا هو الانستيتو باستور اللي جاي في سيدي، هذا ما كان. وانما لا سونتي دو باز في الجزائر راهي منتشره من في جميع ربوع البلاد، 48 ولايه في كل حي كاين ان سونتر دو سونتي. دوكا كيفاش يتم التشخيص هذا؟ احنا ما نخدموش هكذا وبرك، عندنا دي ريفيرون، عندنا لي ريفيرونس تاعنا نخدموا عليهم. قال حنا بور فار ان بريليفمون السيد عنده لي سين كلينيك تاع غريب هكذا، وانما عنده باش نديروا لي بريليفمون لازم تكون عنده علاقه بمنطقه مبوءه، هذا هو. دوكا حنا الا كان دير بريليفمون وهكذاك ونشر الخوف وهكذاك، لا، كل حاجة عندها الحد تاعها، كل حاجة عندها الطريقة تاع العمل تاعها. احنا في الجزائر دوكا كل كاين دي زوبيتو في في, في لوبيتال كاين دي لي ريزيرفي للمرضى اون سوسبيسيون، ماشي مشكوك فيه والشك عنده لا ديفينيسيون تاع، عنده التعريف تاع الشك هذا، ماشي ما عنده المعيار تاعو. نعم. دونك اذا ما دخلش لوبيتال تاع العثمانيه، بالك لوبيتال تاع العثمانيه ما فيه ماهوش مؤهل بور ريسيفوار هاد لي كا، بالك كاين منطقه في بلاصه واحده اخرى عندهم لي ريزيرفي. لا لا، لكن ربما ما فهمتنيش، مش المستشفى اللي رفض. نعم. وانما المواطنين قال لك ما يدخلوش. سي نورمال، سي نورمال. قال لك هذو هما مازال ما باش يدخلوش، قال لك هذو ما يدخلوش السبيطار لان نحن رانا الناس هذو لازم تفهم باللي الطبيب هذا الا قال عنده شك، عنده شك باللي هذا الانسان هذا عنده كورونا، من الافضل ليه هو كشخص انه يتبع الاجراءات. علاش؟ لانه الطبيب مادام شك فيه دونك راهو تبع لي ريفيرونس تاعو اللي راهم يقولوا له عليهم هكذا. دونك هو كي يدخل داخل المستشفى، داخل المستشفى ما راحين يديروا لك والو يا اخي، راح يديروا لك كيما نقولوا عصيه فيها قطن ويرفدوا لك فيها بريليفمون وتقعد دون ايزولمون لتما، ويبعثوا البريليفمون تاعك اللي رايحين يبعثوه لك يبعثوه الباستور فوبود نورمالمون 24 48 ساعة تجي الريزلتا اسكو كورونا ماشي كورونا. وهذيك اصلا باش يتعمل لي زاناليز اسكو كيما نقولوا ريبوندا لا ديفينيسيون تاع لا سوسبيسيون، التم يديروا التحليل ما يريبونديش يقولوا له طلقوا السيد خاطئ فهمت. وبهذا الحاله هذه هو راهو راح يحمي حتى العائله تاعو، لانه هو راهو عايش في وسط ناس، وهذوك الناس الا كان طبيب قال له باللي انت راك فيك شك انك حامل فيروس كورونا لانك جيت بار اكزومبل نقولوا من ميلون، وميلون فيها ان بروبليم دو كورونا، جيت من لاشين، كنت مع انسان الشرق الاوسط، من الشرق الاوسط بار اكزومبل، بصح بصح اكدوا باللي عنده كورونا، لهنا راك انت راك تيكسبوزي ولادك اهلك اكسيتيرا. دونك انت كي يديروا ليدونتيفيكاسيون تمتم، حبي يقول حتى الاشخاص اللي راك محيطين بك هما ثاني تمتم يديروا لهم ليدونتيفيكاسيون، وتمتم ما يخلوهاش توصل الى الحالات الكومبليكي. هذا هو المقصود. على حسب بانوديو، على حسب المعلومه اللي اعطيتها لنا. نعم. انا نطلب من وين في الميلا؟ ميلا العثمانية، مستشفى العثمانيه. العثمانيه الاطباء تاع المستشفى العثمانيه راهم عايشين مع هذ المواطنين، ديروا ندوه ولا زوج شعبيه، ماشي ندوه في فندق ضخم وكاع، لا ثمك
وجيبوا الافلام عنا، الفيديو عنا، اي الاطباء لموا هذا الناس اللي يرفضوا وفهموهم كما فهم الاسلام، ويكون نوع من انواع الوعي، الوعي عندي الثقافه الصحيه. عندي نقطه اخيره اني حاب نشير لها، الا وهي متعلقه بالصيادله. من بعض منهم يغتنموا الفرصه باش يزيدوا في اسعار الكمامات والسوائل التعقيم. المضاربه كنا نسمعوا فيها تحدث في المواد الغذائيه في الخضر والفواكه، اليوم راهي تعدات ووصلت الى الصيادله. هذا بعض الصيادله من عموش، هذا ربما يعتبر جشع سي بن اشن. هو هذه يعني الحقنا يا ناس، نقولوا لا اله الا الله، وكي نسمعوا الاذان نروحوا نصليوا، والناس في الواقع ما يرحموش خاوتهم، راهم في كربة، راهم في كربة، الناس خايفين ويجري وخايفين من المر، وانت تغتنم الفرصة. ولا حالة رمضان، ماشي رمضان، حالة الأسواق في رمضان والأسعار راهي تعمت، ولا ولا شفقة لا رحمة على هذو اللي راهم يزيدوا. واش دير ضد الشفقه والرحمه؟ نطلبوا ربي يهدينا. هذا لو سمحت، في هذه الحاله هذه لازم يعرفوا الناس، ولا هاد لي فوندور هادو تاع ماشي معناتها الماسك كي تبيعو 5000 معناتها هو اللي راح يبروتيجيك. هذه الاولى. انا نظن باللي الناس اللي يشوفوا فارماسيان يزيد في الاخر ما يروحوش عنده، يديكلاري واحد، لانه هذا الناس، هذا خاص بالصحه العموميه تاع الناس، هذا ما نلعبوش فيه. نعطيكم مثال فقط في حال تاع الكوليرا اللي جات في 2018، من بين الاشياء اللي خلات انه لا ترانسميسيون تاع الكوليرا ما تمشيش في بليده، انه الناس تشرب مسعيده ما ولاتش توا 5000، قعدت 2005 مدوها باطل، خلي تبرعوا بها، مدوها باطل وحبسوا بهذا الشيء لا ترانسميسيون. الناس ما تشربش ما غير صحي هكذا كيف الكمامات هذو مخدومين باش نحبسوا لا ترانسميسيون. يقدر هذا اللي راهو يبيعوا غالي، يقدر يجيك انسان راهو محتاج وما يسيبهمش عندك ويسعف ويجيك ما فيك. جميل، هذا وصلنا الى نهايه عدد اليوم. دكتور مسعود توافق المختص في طب الأوبئة، أشكرك على الحضور وعلى تلبية الدعوة. الدكتور فتحي بن ناشن هو المختص في الصحة العمومية، شكرا جزيلا على حضورك وعلى تلبية الدعوة. الشكر موصول إليكم أنتم، شكرا على نيميديا، لا شكر على واجب، هذا ما هو إلا عملنا. الشكر موصول أيضا لكم مشاهدينا الأكارم على طيب الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في مواضيع وأعداد مقبلة بحول الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.